كله موجود، الكمامة موجودة، المطهرات موجودة، التباعد الاجتماعي موجود، كل حاجة كويسة بصراحة. ناس جوه في اللجنة ناس محترمين، ناس مؤدبين، خدمة على أكمل وجه. المفروض إن أنا بقف بره اللجنة بعيد عن اللجنة بالعربية، فاستأذنت من ضباط الشرطة إن أنا ماسك عصاية في إيدي، فسمحولي إن أنا أخش بالعربية لغاية باب اللجنة. يعني صراحة الإقبال جميل جدا والناس زي الفل الحمد لله، وكل واحد ملتزم بدوره بواجبه على أكمل وجه. نظام، نظافة، خدمة، كمامات، مطهر، كل حاجة صراحة كل حاجة متواجدة متوفرة، وناس محترمة جدا جدا ومنتهى الذوق وبيساعدوا أي حد وزي الفل الحمد لله. جيش وشرطة والشعب إيد واحدة. ونشكر رئيسنا السيسي، وعاش السيسي، عاش السيسي، عاش السيسي، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.